في فعاليه بالمجتمع في فعاليه يا جماعه خلينا نستفيد بوقتنا، خلينا نتناقش في مواضيع تكون افضل من احنا كل اثنين في سالفه. تفضل. ها وايش رايكم في عمل التطوعي؟ يعني نقعد ونناقش في اعمال التطوعيه. اوافق في الكلام سيدنا، بس احس يعني ان الاعمال السائبه موضوع اهم. احسنتم، هذه الموضوعين مهمين، بس في موضوع اهم اللي هو صله الرحم. هذا الموضوع مهم بعد زين بعد زين. يا جماعه المواضيع اللي طرحتونها كلها مهمه، وبنطرحها في الفعاليه الشهريه اللي تقدمها اللجنه الثقافيه في المأتم حوار الديره. والله خوش فعاليه هذه سيد، المفروض الكل يحضرها. انا واحد من الحاضرين. لازم